أهلا وسهلا بكم في 5X5 رمضان. وقبل البداية خلونا نتعرف على سؤال الحلقة، وهو هل تناول الفواكه كونها تحتوي على الكثير من السكر يساهم في زيادة الوزن؟ أما الإجابة رح تكون في نهاية الحلقة. خلونا هلأ نشاهد عناوين فقراتنا لليوم بشكل سريع. مرحبا، احنا عندنا اليوم تمرين الرب اللي هو الحبل. طبعا تمرين الرب هو معروف من اهم التمارين عالميا، انه صاحب اهمية كبيرة جدا. يعني مثلا عندنا تمرين الحبل، طبعا لاحظ اي رياضي يحب يلعب تمارين الحبل. ليش؟ لان من اهم التمارين اللي يعطي لياقة بدنية وبنفس الوقت يعطي تركيز عالي جدا. يعني تلاحظ انه الملاكم يلعب الحبل، لاعب الفتنس يلجأ للحبل، لاعب البودي بولدينج يلعب الحبل، لاعب التنس يلعب الحبل. يعتبر من اهم التمارين واسهل التمارين اداء. كثير من عاداتنا وتقاليد الغذائية المشهورة برمضان للأسف هي عادات غذائية خاطئة. اليوم رح نتشارك بعض من العادات الغذائية الخاطئة، مثلا شرب كميات كبيرة من المشروبات الرمضانية مثل أمر الدين وغيرها، الاعتماد على الأطعمة الدسمة مثل المقالي وغيرها، تناول كمية كبيرة من الطعام على الإفطار بيشعرنا شعور التخمة، الإكثار من المقبلات والحلويات رح يؤدي لزيادة الوزن. أعرف شو هي أخطائك وعاداتك الغذائية الخاطئة، ابدأ بتصحيح أخطائك خلال شهر رمضان. من فوائد الصيام انقاص الوزن. يحدث انقاص الوزن لما يستهلك الجسم الشحوم والدهون الموجودة ليستخدمها كمصدر لتحرير الطاقة ويحرقها. عندما تحرق الدهون رح نستفاد، قلنا نخفض معدل الكوليسترول بالدم، وانخفاض معدل الكوليسترول رح يفيد مرضى ارتفاع ضغط الدم، لأنه الأوعية الدموية رح تكون أكثر مفتوحة والصلابة مالتها تقل لاختفاء الكوليسترول. بالإضافة إلى هذا، مرضى السكري يستفادون أيضا من الصيام، لأنه ينتظم تقريبا السكر عندهم، بس مو جميع مرضى السكري، هذا راح نتحدث عليه بعدين. بالإضافة إلى هذا، لازم نأكد أنه حتى يكون الإنسان صحي أيضا أثناء الصوم نأخذ كميات كافية من السوائل والماء أثناء النهار. لماذا يزيد الانفعال والعصبية في رمضان؟ علمياً، سبب العصبية هو نقص كمية المياه والجلوكوز في الدماغ، ولما تقل نسبة المياه يبدأ التوتر ومن ثم الغضب والانفعال، وترجع عصبية البعض الآخر في فترات الصيام بسبب إدمانهم على التدخين. ولما يعتاد المدخن على نسبة النيكوتين المعتادة في الدم وينقطع فجأة عن التدخين لعدة ساعات، تبدأ أعراض الحرمان من النيكوتين في الظهور، فيشعر بالعصبية والغضب وسرعة الانفعال وضعف التركيز واضطرابات النوم. لذلك ينصح للمدخنين تقليل نسبة السجائر تدريجياً حتى ما يعانوا من هذه الأعراض في الشهر الكريم. وترجع عصبية البعض الآخر بسبب إدمانهم على شرب المنبهات اللي تحتوي على مادة الكافيين، والانقطاع المفاجئ عن تناولها يؤدي للشعور بالإجهاد والنعاس والعصبية وتقلب المزاج. شرب الماء البارد عند الإفطار مباشرة، حيث يعمل إلى تقليل حركة الدم إلى المعدة والأمعاء، مما يصيب الجسم بمشاكل الجهاز الهضمي من مخص وحدوث تقلصات. لذا ينصح خبراء التغذية بشرب الماء الفاتر في درجة حرارة الغرفة بعد الإفطار، أو شرب الحليب بالتمر، وبعد تناول وجبة الإفطار يمكن تناول الماء البارد ليروي العطش. خمس معلومات شيقة بحلقة اليوم. أما جواب السؤال فكان: هل تناول الفواكه كونها تحتوي على الكثير من السكر يساهم في زيادة الوزن؟ الجواب: اللي بيحدد زيادة الوزن هو كمية السعرات الحرارية اللي نستهلكها يومياً،
وإذا تناولت كمية أكثر من النسبة اللي يحتاجها الجسم ليحرقها رح يزداد وزنك. لكن اتباع نظام غذائي سيء وغير صحي هو ما يؤدي لذلك. بالعودة إلى الفواكه، فهي تحتوي على كمية معتدلة من السكر الطبيعي، فحصة واحدة تحتوي على 15 جرام من الكربوهيدرات اللي تعادل ربع رغيف من الخبز العربي أو نصف كوب من الحبوب أو النشويات، وبالنهاية ما رح تساهم في زيادة وزنك، ولكن اتناولها ضمن المعقول مش الأكثر منها. وقبل الختام بدي أذكركم بعناوين فقراتنا ليوم غد. ما تنسوا تتواصلوا معنا على الفيسبوك وتشاهدونا على اليوتيوب، وفي النهاية هاشتاج 5x5 رمضان.